السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته إخواني أخواتي، ومرحبا بكم في نهار جديد وموضوع جديد. موضوعنا اليوم ماشي جريمة، ولكن ما بعد الجريمة. وكيف ما وعدتكم في الحلقة السابقة، غنتكلموا على واحد السجن الأكثر حماية في العالم. هذا السجن أخوتي ماشي بحال باقي سجون العالم، وحتى المسجون فيه كيتعامل بطريقة أخرى ماشي بحال باقي سجون العالم. وقبل ما نتكلم في هذا الموضوع، بغينا نشوفوا واحد الاربع حالات هرب حصلت في سجون هولندا. ولكن قبل ما نبدا قصتنا، الشكر الخالص لكم جميعا على دعمكم لهذه القناه. وبغيت نفكركم الى ما مشاركش في القناه، ديرنا لايك، خلي لنا شي تعليق تحفيزي باش معنا الموضوع، ولا قلنا شي موضوع اخر نتكلموا فيه. اولا، هاد القصص ماشي قصص خياليه ولا قصص افلاميه، هذه قصص واقعيه في الواقع الهولندي. وحتى هاد السجن اللي غنتكلم عليه اليوم كيتوجد هنا في هولندا. نبداو قصتنا. ما كاينش فينا اللي تعرف السيده ملعقه، ولا الاخوان الاخوات اللي في سني غادي يعرفوا هاد الرسوم المتحركه ديال السيده ملعقه. ولكن اليوم السيده ملعقه ديالنا، ديال قصتنا اليوم، السيده ملعقه اللي غادي نحكي عليها في هذا الهرب، هي المسمى توتي كيل. هاد السيده سموها سيده ملعقه، وسموها حفاره النفق. هاد السيده المسمى توتي كيل اللي كيقول سموها السيدة ملعقة، تحكمات بثمان سنين ديال السجن، تهمة الطعن اللي كان غيأدي للوفاة، ودوزت منها 75 شهر بين سجون هولندا، إلا حتى السجن السابع بعد ما كان باقي لها 21 شهر وكتهرب منه. هذا السجن اللي هربت منه هو سجن بريدة، واستطعت في 7 ساعات باش تحفر نفق من تحت المطبخ الى الخارج. السيدة ملعقة اختارت الوقت المناسب اللي كان هو يوم السبت بالليل، وكان الشتاء والضباب. وفي ذاك ليلة السبت بدات تحفر بذاك المعلقة الى حتى خرجت الصباح بكري، يعني 7 ساعات السبت الليل كامل حتى الحد في الصباح. خرجت مشات لمحطة القطار، استقلت واحد الطاكسي، عاودت للمشكل ديالها. المهم تعاطف معها وبغى يوصلها فين باغا تمشي، ولكن في نص الطريق يعني كيتردد، قال لها لا ما نقدرش نوصلك، اش غادير؟ هي ضغطت عليه وقالت له لا ما وصلتينيش، راه غادي نقول للشرطه بانك شريكي في هذه المحاوله الهرب ولا في هذا الهروب ديالي. المهم بقات يشوف وصلها، ولكن من بعد شهر تلقى عليها القبض وكملت 21 شهر ديالها. وكيف قلت لكم، يعني السيده ملعقه حفرات يعني هذا الشيء غير المعلقه بالفعل، لان الارض هنا في هولندا كلها مرمله، كلها رمله. واللي بغى يعرف المزيد على هولندا فيديو، هو الفيديو هنايا يقدر يتفرج فيه. الحاله الثانيه هي المسمات بالزائر. هذا المسجون يعني فرمشة عين تخلط مع الزوار وخرج. كيف قلت، الزيارة يعني كانت مفتوحة ما بين الزائر والسجين، كاينة طبلة. وكيف قلت، فرمشة عين وغفلة حارس نقز للجهة الأخرى، تخلط مع الزوار وخرج. ويعني تال بعد ساعتين ونص عاد عرفوا بالهروب ديالو. المهم كيف قلت، خرج وركب مع شي واحد في السياره، المهم الزائر اللي كان زيرو، ولكن من بعد 3 ايام تلقى عليه القبض. وهذا الزائر 2010 كان خرج من باب الموظفين، ما نعرف كي كيديروا لها. المهم ما عليناش، نكملوا الحاله الثالثه ديال الهرب، وهذه أغرب حالة غادي تسمعوا لها، وهو المسمى عبد الله. هادو دراري جوج مغاربة. المسمى عبد الله كان سالا العقوبة ديالو
وفي اليوم الاخير هرب صاحبه معاه. كيف دار لها؟ غادي نقول لكم كيف دار لها. كان متفق مع صاحبه باش غيتخبى حاجاكم في واحد الكيس ديال الزباله. المهم داكشي اللي كان داروا في واحد الكروسه ديال السجن تما كاينه اللي كيخرجوا فيها الزبله شي حاجه، خرج به. ها هادشي اللي وقع صافي. اخر دار في خنشه الزبل، داروا في كروسه وخرج به. وبالفعل راه هادشي حقيقي، ماشي يعني الدعابه ولا النكته. ولكن بعد شهرين تتلقى القبض على كريم وعبد الله. كريم كمل العقوبه اللي مازال له، ولكن عبد الله تتحكم بالسجن. وعلى فكره القانون الهولندي ما كي يتابعش الهارب من السجن في حاله ما كانش عنف ولا ما كانش اضرار ماديه، يعني تتلقى عليه القبض وتكمل المده ديالو. ولكن الناس اللي كتساعد محاولة الهرب ولا في هروب السجين، هادو كتابعهم المحكمة وكتكون العقوبة إلى حتى 4 سنوات ونصف. أما الحالة الرابعة ديالنا هي الهليكوبتر، ولكن المحاولة لم تنجح. تلقى القبض على 3 ديال الأشخاص، تحكموا بسنتين ونصف، والبيلوت ديال الهليكوبتر تحكم ب 12 سنة ونصف، لأنه كانت عنده علاقة مع عصابة موكرو مافيا. واللي بغي يعرف على هاد موكرو مافيا مزيان، هما الأجزاء بربعة، 1، 2، 3، 4، يمكن لك تفرج فيهم. ومازال هادو ديال الموسم الأول، ومازال إن شاء الله راني في استعداد ترجمة الموسم الثاني من موكرو مافيا. المهم نرجعوا لموضوعنا اللي هو موضوع سجن مرفق اكثر حمايه، اي بي. هذه هي الترجمه ديال هذا الاي بي اي، هي اكسترا بفيلخ انريختين. هذه الترجمه ديال اي بي اي، اكسترا بفيلخ انريختين، يعني سجن مرفق اكثر حمايه. وهذا السجن كيف قلت راه سجن في سجن، يعني هانتوما كي كتشوفوا هذا هو السجن كله، وهذا الوسطاني هو السجن ديالنا. السجن كله كيتسمى، المهم جاي في مدينه فخت، كيتسمى سجن فخت. وهذاك الصغير اللي في وسطو كيتسمى اي بي اي فخت، يعني سجن مرفق اكثر حمايه ديال مدينه فخت. وكيف كتشوفوا يعني عنده سور خصوصي ديالو، وعنده كذلك باب خصوصيه ديالو، وحتى حراس الباب كيف كنشوفوا الصغرى تعبر عن نفسها. السجن اللي حتى الساعة مازال ما قدر يهرب منه حتى شي واحد، منذ تشييدو سنة 1973. ومن أشهر المسجونين فيه هو كيف قلنا اللي هضرنا عليه في الحلقه السابقه، محمد بي، ولا رضوان طاقي ديال عصابه موكرو مافيا، ولا فيلم هولايدر حتى هو ديال واحد العصابه قديمه في هولندا، ونقدروا نعملوا عليه شي حلقه ان شاء الله. السجن كيحتوي على 24 غرفه، يعني فيه 4 الاجنحه كتحتوي على 24 غرفه. 18 غرفة من هذه الغرف مخصصة للمسجونين، وكل جناح فيه مطبخ وقاعة للرياضة وصالون الجلوس، والكل مراقب. وحتى يعني الغرفة ولا الزنزانة ما يقدرش يحل عليك حارس واحد، اللي يمكن له يفتح عليك حارس واحد يعني عن طريق واحد جوج فتحات في الباب. وحدة مخصصة يعني المسائل اللي كتعطيك اللي كتكون خاصك، وحده مخصصه يعني لي مينوت ملي تيبغيو يخرجوك ضروري تخرج يديك منها تعملوا لك عاد كتخرج. وهادشي كيتم عن طريق حارسين، ما يمكنش حارس واحد يخرجك، يعني خص يكونوا جوج الحراس هما اللي غادي يخرجوك، يعني فين غتمشي ولا كتكون محاكمه ولا بحث ولا ولا ولا. المهم السجين تيمكن له يطبخ في الزنزانه ديالو الا كان المطبخ مغلوق،
وكيتعطالو المسائل اللي بغا، كما كنشوفو في هذا اللاصق الاصفر اللي فيه بي ك تي ال، يعني بي كتعني بان قلم، ك كتعني كام يعني مشط، تي يعني طان بورستل فرشة الاسنان، والال كتعني ليبل يعني ملعقة. ومين كي يعني كيرد المسائل ديالو كيتحيد داك الموسق، لان اي حاجة كيف قلت لكم ضروري ما تعرف شنو عند السجين زينزانتو ولا شنو هما، كلشي مراقب. المهم يعني الشعرة ما تدخلش. الاستراحة كيف قلت كاينين 4 ديال الاجنحة، كل جناح عنده استراحة ديالو كي كنشوفو في الصورة، والمسجون عنده حق في ساعة في النهار وكيخرج بوحديتو. يعني هنا في هاد السجن السجين ما تقابلش السجين بتاتا، كل واحد الوقت الاستراحة ديالو، كل واحد بوحديتو في زنزانتو بوحديتو، في قاعة الرياضة بوحديتو، في غرفة الجلوس بوحديتو، في الاستراحة بوحديتو، تتجيب الله راه مسجون وحده. وكيف كنشوفو يعني جميع الساحات مغطيين بالفوق بسياج، يعني لا تحاول لا بهليكوبتر ولا بطوال ولا بسلوم ولا لا تحاول. والغرفة فيها كيف كتشوفو فيها دوش، مرحاض، خزانة، وفيها سرير لاصق يعني بالبراغي بالبولونات لاصق في الأرض باش ما يتحركش داك السرير لا ها ولا ها. ونافذة يعني كتطلع على الخارج، ندير لك شي نباتات تما كاينه باش المسجون كيعرف شمن فصل راه في الربيع ولا في الشتاء ولا في الخريف ولا في الصيف. ولكن الريح راه ما تيدخلش لداك السجن، يعني ما كتحل لا نافذه لا والو، زجاج واقي ما غاديش تقدر لا تحل النافذه ولا يدخل لك ريح. وكذلك عنده هذاك الجهاز اللي حدا المراه، يعني جهاز راديو كيمكن له يتصل بالحراس الا بغى شي حاجه. ويعني جميع الاجهزه اللي عند المسجون في الغرفه، مثلا بحال التلفازه ولا الراديو ولا، كيتعمل عليهم لاصق امان. هذا اللاصق هو باش يعني ما يتحلش الجهاز تخبع فيه شي حاجه ولا تجيب منه شي حاجه، ولا يعني اي جهاز عند السجين زنزانه عنده لاصق امان باش يبقى. المهم كلشي كيقولوا اون دو كونترول، كلشي تحت المراقبه. نتكلموا على الزياره. اما الزياره فهي يعني ما بين الزائر والسجين ولا المحامي والسجين، كاين حائط زجاجي عازل ما تدخلش منه ليبرا، ولكن الصوت كيتسمع، وكيتسمح للمسجون مره في الشهر باش يجلس احد الاقارب ديالو حداه، يعني بيناتهم طبله، ولكن ما كيتسمح لا عناق ولا قبل، يعني ما عدا السلام هو اللي كيتسمح. شي حاجه اخرى ما تقرب من السجين، ما هذا ملي كتدخل السلام عليكم، تخرج السلام عليكم، الله يجينا ويجي وليداتكم ونجي الجميع من هاد الافه. وحتى المكالمات الهاتفيه كتسجل ما عدا المكالمات اللي مع المحامي هي اللي ما كتسجل، من الطبقي كله كيتسجل. والبريد حتى هو كيتفتح وكيتشفر، يعني كيحلوا الشفره ديالو ماشي كيشفروه. والمهم اي مسجون في سجون هولندا كيحاول الهرب، يعني راه ملي كيتشد راه كيجيبوه لهاد الحبس باش يكمل مده العقوبه ديالو. وهاد السجن وقع فيه اكتظاظ، يعني الطاقه الاستيعابيه ديالو ما وقعتش كافيه، فلهذا قررت الحكومه الهولنديه باش تعمل سجن اخر اللي هو في مدينه فليسينغل، غيتسمى اي بي اي فليسينغل، وتيحاولوا يكون تم الاعمال فيه سنه 2026 ان شاء الله. وهذا السجن غادي تصاوب بقسم الشرطه ديالو بالمحكمه ديالو، يعني بحال هاد المجرمين تقال بلا ما يوقع فيه يبقى يوقع الترحيل كل مره من هنا. لا الى مشى لتماك تما غادي تسنتو له البحث معاه، وتما غيتحكم وتما غيتحبس. نطلب من الله نكون فتكم بشي حاجه وما نكونش ثقيل على قلبكم. وحتى الموضوع ولا الفلوق الجاي ولا الجريمه الجايه. السلام عليكم.